أسطورة العرب، أسطورة إفريقيا، أشرف حكيمي يهز العالم بما قاله بعد الإبداع الذي قدمه في مباراة باريس سان جيرمان وليل اليوم في الدوري الفرنسي. يا سادة يا كرام، سنستعرض من خلال هذه الحلقة القوية ماذا قال النجم المغربي العظيم والأسد الأطلسي الكبير أشرف حكيمي بعد المباراة. أبدأ أشرف حكيمي سعادة كبيرة وسعادة عظيمة بالفوز الكاسح اليوم. باريس سان جيرمان يفوز بالسبعة أمام ليل في الجولة الثالثة من الليغا الفرنسية. وأكد أشرف حكيمي أنه ما زال لم يحقق طموحه بعد، فطموحه كما أكد حكيمي أنه يصبح من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم في مركز الباك اليمين. وأكد أيضا أشرف حكيمي أنه سعيد جدا بأداء جميع اللاعبين زملائه في الفريق، فريق العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مؤكدا بأنهم ينوون بكل الطرق وبكل القوة الفوز بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا للشامبيونز ليج لهذا الموسم. وفي ختام حديثه وتصريحاته بعد المباراة، وجه أشرف حكيمي رسالة لصديقه ليونيل ميسي نافيا كل الإشاعات التي تؤكد توتر العلاقة بينهما، ويؤكد بأن ميسي لاعب أسطوري من بين أقرب أصدقائه داخل الفريق الباريسي.